بكم إلى هذا الموجز الإخباري نقدمه لكم من قناة زومسا تي في بطنجة. قال محمد البشير العبدلاوي المرشح الأقوى لعمادة مدينة طنجة في لقاء خص به قناة زومسات، قال بأن نتيجة الانتخابات الرابعة من جوتنبر لم تكن أبدا مفاجئة له، والحملة الانتخابية لم تكن شرسة على اعتبار أن المنافس كان ضعيفا جدا حسب قوله، كما أكد أنه محتاج للوقت لتحديد النقاط الأساسية التي سيشتغل عليها، وليس هناك أي خط أحمر على أي حزب. ويمكن مشاهدة تفاصيل اللقاء بالكامل على قناة زومسا تي في. نبقى في أجواء الانتخابات، حيث اختار حزب العدالة والتنمية فاتح الزير من أجل رئاسة مقاطعة مغوغة، حيث حصل في انتخابات الرابع من جوتنبر على 24 مقعدا، وذلك خلفا لعبد العزيز بن عزوز الذي لم يحقق في الانتخابات إلا 10 مقاعد. وجاء اختيار الزير التي كانت تحتل المرتبة الأولى في اللائحة النسائية للحزب في مغوغة بعد قرار تزكية المصباح للبشير العبدلاوي لمنصب عمدة طنجة. أسفرت نتائج المراقبة التي قامت بها لجنتان مختلطتان مكلفتان بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية على مستوى ولاية طنجة عن حجز وإتلاف حوالي 11500 كيلوغرام من اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها بمدينتي طنجة والعرائش وتطوان. وذكر بلاغ لولاية طنجة اليوم الثلاثاء أنه على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية. في الشأن الرياضي، انتقل اللاعب أحمد جحوح صانع ألعاب فريق المغرب التطواني إلى فريق الرجاء البيضوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، حيث سيستفيد المغرب التطواني من هذه الصفقة بمبلغ 400 مليون سنتيم. وحضر مراسم توقيع العقد كل من رئيس فريق المغرب التطواني عبد الملك أبرون ورئيس الرجاء البيضوي محمد بودرقة، إضافة إلى وكيل أعمال اللاعب. يذكر أن أحمد جحوح التحق بصفوف فريق المغرب التطواني قادما إليه سنة 2010 من فريق اتحاد الزموري للخميسات. مرت الذكرى العشرين للحظة التصدي الشهير لحارس المنتخب الكولومبي روني هيجيتا، وذلك يوم السادس من سبتمبر من عام 1995، والتي عرفت أنذاك بركلة العقرب، حيث استطاع الحارس الكولومبي وبكل ثقة في النفس أن يصد تسديدة المهاجم الأنجليزي جيمي ريدناب. لقطة ولا أروع. في أمان الله.